وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقوله تعالى أمن يجيب المضطر، أم هنا منقطعة لأنه في اللغة تكون أم متصلة أو منقطعة، فإذا كانت متصلة فلا بد أن يذكر فيها المعادلة وتكون بمعنى أو، جاء زيد أم عمر، الأصل جاء زيد أو عمر وذكر المعادل، فلما ذكر زيد ذكر عمر فتكون بمعنى أو، وهذه هي المتصلة. أما أم المنقطعة وهي التي هنا فإنه لا يذكر فيها المعادل في غالب ما يأتي في اللغة، وتكون بمعنى بل مع الإنكار، تكون بمعنى بل مع همزة الإنكار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لو قلنا إنها بمعنى بل فقط، وهذا قد ذكره بعض النحويين فأدخل عليه بهذا الملحق، لأنها لو كانت بمعنى بل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يكون المعنى بل خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا فيه تغيير للمعنى بجملته، بل أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بل أهناك من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا بد من قولنا إنها بمعنى بل أن يدرج معها همزة والإنكار، وذلك حتى يستقيم المعنى. بل للإضراب، هذه المشكلة، يقول أم هنا للإضراب ومعنى الإضراب التي معنى بل، فاقتصر على هذا، فنقول له للإضراب مع همزة الاستفهام التي يراد منها الإنكار، وإلا لو كانت بمعنى الإضراب لا فسد المعنى في نصوص كثيرة، كما أسلف أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فنحن نقول للإضراب من أجل أن نضرب على قولهم، ثم بعد ذلك نستفهم استفهام إنكاري على ما فعلوه وصنعوه.